بس نهار ما بعرف بس أنا فايتي أحكي مع نهار هلأ وبعدين منروح مشان نشوف سالوني. ماشي. يا رب تحميها. نهار أنت مانك نسيان شي بالمشفى؟ وينو جزدانك؟ قلبك عم يحترق مو هيك؟ انت كتير قلقان على سالوني صح؟ ما عم تقدر تشوفها موجوعة وما عم تقدر تخبي انك لسه لهلأ بتحبها لسالوني، ما هيك؟ اتصلوا فينا من المشفى خبرونا كل شي. لسه حبل الحب رابطكم ببعض يا حبيبي، والمشاكل البسيطة مستحيل تقطعوا. بكفي، أنت مو فهماني شيء أبدا. أنا أنقذت حياة سالوني من باب الإنسانية بس، ولو كان أي شخص تاني مكانها كنت عملت نفس الشيء. مزبوط حكيك، انت كنت رح تعمل هيك مع مين ما كان، بس ما كنت رح تتألم بهالشكل. لا تكذب على حالك، لازم تعترف انه سالوني جزء من حياتك وما بيقدر حدا يحل محلها. يا نهار انت مو مرتاح والدموع ما عم تفارق عيونك، وكل وجعك هلأ بيعني انك لسه بتحبها وما بتقدر تنساها. ما في داعي تنكر الحقيقة يا نهار، هي هي الحقيقة، هي الحقيقة. بسبب السيد نهار فشلت الخطة اللي نفذتها. هو الشخص اللي أنقذ حياته لسالوني. نهار، لما سمعت بخبر الحادث ما عرفت كيف وصلوني لهون، كنت كتير قلقانة عليك وما ارتحت لحتى شفتك. الحمد لله على سلامتك، بشكر ربي اللي ما صار شي لبنتي. الفضل كله بيرجع لشخص واحد وهو زوجة السيد نهار سينغ. هو يلي أسعفها وجابها على المستشفى بالوقت المناسب وأنقذ حياتها. محتاجين شوية أدوية من برات المستشفى